موسى ابو الياس 60 عاما من لبنان، مساء الخير. يسعد مساك. لاي انواع من العنف تعرضت؟ محاولة قتل مرتين، سحب سكين عدة مرات. نعم. استعمل الحكمة حتى ما اقدر، لا بقدر بهاجم، ما بدي هاجم. قد ايه في فرق بالعمر بينك وبين زوجتك؟ انا بال60 هي بال51. شو الحادث المفجر بعلاقة بينك وبين زوجتك؟ أساس القصة. نعم. إني أنا بملك مؤسسة سياحية بنهر الكلب. نعم. عملت لها وقت اللي إجا الصبي، عندي صبي وبنت، خلينا وقت اللي ولدت الصبي جاست، عملت لها وكالة غير قابلة للعزل بنص القيمة. ليه عملت لها؟ كانت هدية إنه إجا الصبي. شفت الصبي بعادات والملك لمين؟ أم هي كانت هدية فقط أم كان تنفيذ طلبات إلها؟ لا لا لا، حب كان حب. بالأول أكيد ثقة بالأول حب وثقة. أول سنة هلأ هي 15-16 سنة، هلأ سنة واحدة عمره الحب والثقة وأقل شوي. بعد ما عملت لها هالوكالة بلشت تتغير تصرفاتها. بعدين صفت في شغلات تخل بالأدب العامي، ما فينا نحكيها من وراء هاي العملية اللي عملتها. كيف موسى أبو الياس ثبت له بطريقة أو بأخرى أنه هو أيضاً الرجل في المنزل وهو رب الأسرة؟ هون بلشت المشاكل، هون بلشنا بوجع الراس. عم بدك تثبت له أنك رجل؟ بدي أنا أخذ مركزي. عم تاخده منك شوي شوي، هي صارت تسحبه مني شوي. أنت الأمور ما كانت عم تفلت من بين إيديك؟ حسيت هيك، لهالسبب كنت قاوم كل هالمعطيات. وما هون تقع المشاكل. أيمتى أول مرة استعملت العنف الجسدي معك؟ وقت اللي كبت علي مي سخنة، مي عم تغلي. مسكت المي المغلية؟ المي كانت عم تغلي حمص، واصل البخار للسقف. جابت رقعتين على رواق ومسكت الطنجرة وقالت لي أنا من زمان بدي أأذيك وبدي أعميك. وزتتهم هيك، أنا رديت إيدي هيك، عيني إجوا هون بإيدي هاي وهون وعلى جسمي. وفيها دعوة، محاولة قتل. عم نشوف هلأ أثار الحرق. رجال عم بيحترق من ورا مرته، شو بيتصرف؟ شو بيعمل؟ شو في يعمل؟ باللحظة ذاتها اللحم صار هون. أنا قلت لها هيك عملت، قالت لي قرب يا أخو هيك وهيك، مسكت السكين كبيرة ووقفت بالمطبخ حطتها على طاولة المطبخ، قالت لي قرب. أنا وين بدي أقرب؟ أنا لعيب فوتبول، يعني لو بعرف بدها تكب الميات طرقت شوطة هي والطنجرة. على كل حال، لكن طرقت شوطة دفاع عن النفس. دفاع عن النفس عم ترجع ترد اعتبارك. دفاع عن النفس، وأنا ما برضاهم يصيروا معي، لا من كرجل ولا شرقي من غير في مجتمع ذكوري أم بشكل عام؟ لا بشكل عام أكيد. نعم. ما برضى، وأنا ماني مربى تربية عنف ببيتي، باخذ بترك الأمور لغاية الآخر. رحت على المستشفى لأنه صارت هيك اللحم وصل لهون، ما عاد في مجال. رحت على المستشفى. ليه استمريت موسى بهذه العلاقة الزوجية العنيفة؟ ليه قبلت تبقى؟ ما وقف العلاقة من لا بس بوقتها، يعني بوقتها عم بحكي. بوقتها لأنه أنا بعد المستشفى رجعت على البيت؟ أكيد بعد طبيب شرعي وكذا ورجعت على البيت. ليه رجعت على البيت؟ ليه الاستمرار بهذه العلاقة العنيفة؟ لانه هلا قررت اتركها حتما، بس ما كان عندي امكانيات الطلاق الماديه. بالنسبه لك ليه بدها تاذيك؟ ليه بدها تحاول تقتلك مثل ما انت عم بتقول؟ لانه عم ضايقها بحياتها الخاصه، بقلب بيتي، عايشه برا مثل ما بدها، تنام برا ما في مشكله. اول ما تجوزتها لزوجتك عرفت اكثر عن تربيتها، عن الجو اللي ربيت فيه؟ بعدين عرفتهم. شو التربيه اللي انت عرفتها؟ كانت يعني كانت طلعت من بيتك عايشه عنف اسري معين هي بين ايه اي اي اي، لانه طلعت من بيتها كان عمرها 9 سنين، اما اعطتها لشخص. ما يعني هيدي وجهه نظرك بحترمها، ولكن مش مربيه ببيت كما يجب. لا انا مش عم بحكي بهالنوع، عم بحكي هل هي كان في بالنسبه لك خبرتك اذا عرفت اذا كان في عنف اسري، يعني عايشه صار في عنف بين امها وبيها؟ لا، لانه كانت الام قويه والبي ثانوي. معك انت هي قويه وانت ثانوي ايضا كمان؟ لا هلا هلا هي هيك، بس انا ما عم بسمح لها، ما بعطيها مجالات يعني. نعم. لانه كرامتي ونفسيتي وتربيتي ببيتي ما بتسمح لي.
إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.